عادل شو بيك؟ إذا عارف بي إن إحنا هون بتعمل لي مشكل يا عادل. شو بدي أعرفه بيك جابي؟ برجع عارف. شو بدي أعرفه عن جايين نعمل مساج هلا هون بيك طلع على البقاع تركني من سمعان دخيلك. برجع عارف شو طريقة. ما بدي شو بدي أعرفه؟ جايين نعمل مساج هلا هلا بتنبسط كتير. عادل خبرني شو بصير على مظبوط هلا. ما عامل مساج قبل؟ عامل مش ما. فهمت عليك إيه. هلا هول بيجوا هون بنات يعملوا لنا مساج. ولا بعد شوي بس تشوف حالك انت هيك بلشت تاخد ايدها عليك خليها تعمل لك اكسترا. ايش ولا اكسترا جابي؟ شو يعني اكسترا عادل؟ لوك ما تنعي حاش تنعي بلش نعي وبلش بكي. شو يعني اكسترا؟ بتعطيها قرشين تكمسها قرشين هلا انا وياك بخليهم يعملوا لها اكسترا. طيب عادل بصت كتير جابي. ليك انت ليش دومينيك ما كانت تعمل لك مساج؟ ايه دومينيك دايما بتعمل لي مساج يا عادل. عن جد؟ بتعمل لي مساجات. ايه انت كيف قادر تسيطر عليا جابي؟ هيدي كدومينيك بدك ليك بدك تاكلها راسها يا عادل. كيف؟ كبنت بدك تاكلها راسها فيش. هلا مثلا هي اهين لك كبنت تاكله راسه. كيف؟ للشاب يعني بس انت بدك تاكلها راسها يا عادل. انا اكلها ايه من زمان. شو عم تحكي؟ من زمان اكلها راسها يا عادل. بعدين بدك تجيها من فوق. في منهم تجيهم من تحت يا عادل. بس بيركبوا لك على كتفك يا عادل. وبدهن له اجرين ايش بدك بالشغله؟ معك حق. خرب ذوقك ملا جابي. بعدين حلي دومينيك كتير نيقه بعدين بضلها بيزي. بيزي 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 كل نهار بيزي بيزي يا عادل. راسها بيزنس. وانت شو بتعمل؟ انا ديت باي ديت. كيف؟ اذا بتظهر معها ديت باي ديت. باي ديت يعني بتتصل فيها بتقلها بدي هلا بشوف اذا ما عندها شيء بتظهر معك يعني موعد بموعده. ديت باي ديت يا عادل. طب ليك جابي سؤال عندي سؤال محيرني. انت هيك مثلا كعلاقتك مع دومينيك ايه؟ قديه بتحط لها علامه؟ بحط لها واحد. نعم بحط لها واحد. واحد على عشرة يا عادل بالزيادة على واحد على عشرة بالزيادة على بتاع. هي مبسوطة كتير ما عندهاش مشكلة يا عادل. بعدين ما تنساش العمر يعني قديش بحط لها واحد وزيادة على بتاع يا عادل. خلاص بونجور كيف الحال؟ كيف الحال؟ ايه تمام زبابية وبنات حلوين علويقة. انا ما شفتش انا هون. حلوة حلوة كتير يا عادل. نعم بدنا مساج. سوري مسيو قبل ما نبلش المساج بتحب دور الاي سي؟ اي سي فيك تحطيه. اي سي فيك تحطيه اول شيء مثل ما بدك دموزيل. قطعت لي سهم نحن ما عندناش مشكله بدها تحط الاي سي. عم تسالني لا بس انا لانه عتلاني هم انه يسفك الهواء او شيء. يسفقنا ويسفك او يسفق الجميع ما عندناش مشكله دموزيل. لانه ليه مره دوميك سفاقه واحد الاير كونديشن كثير فاضل ما دور بس بلا الاي سي بلا الاي سي. شو صار فيه؟ سفاقه واحد الزلعين التهبوا. طيب تفضل رخي حالك مسيو. لطيلي منيح. نعم لا والتابل انا مرتب. اوكي لطيبني بتاعي شد منيح هيك احسن. رخي جابي بس بدك ترخي مسيو حضرتك. نزول شوي على النص لقدام جابي. هلا بدك اكسترا. بدي اكسترا. الا بدك اكسترا. مش شو بدنا نركز لحظة. شوي بليز دموزيل استوى. ما فيكم تعملوا مساج وتحكوا. استوى ظهري بدي اقلب لانه بقلب على بطني. نعم تعملي لنا اكسترا هلا. أيوة. دموزيل اكسترا. شو؟ ما بعرف هو قال لي اكسترا. شو اكسترا؟ وين مفكرين حالكم انت وياه؟ هو قال لي شو قصدي؟ لا بالمره بلا اخلاق انتو. احنا وجهك كثير محترم ايه؟ لا انه ما لا شو لا شو انت كمان؟ بتعرفوا شو مبين عليكم انه اثنين زعلان وجايين تطقوا حنك هون مش جايين تعملوا مساج. لا هلا بفرجيكم. عيط للمدير. لا شو؟ جيمي بابي عيدن سمعة؟ شو جابك انت لهون؟ ما انا مدير الصالة هون يا عيدن. صبايا اذا بتريدوا فلوا شوي منها وتركونا لوحدنا. فكرة مسو تستاهلوا. انت يا عادل ما راح تحل عنه الاصابع عم تنزعوا؟ شو قصتك انت ولو سمعان وين ما كان تطلعنا حتى هون بالمساج؟ على كل حال يا جيبي انت حسابك مش هلا حسابك بالبيت. ما بتعرف شو عملت يا عادل. شو عملت لك جابي؟ عملت لي مشكل يا عادل. ولي على قامتي؟ 100 مرة صرت قايل لك يا عادل اتنزعوش لابني جيبي. ايه شو ما بتفهم؟ على ما شو ايدك مهدي ولو سمعان؟